قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. وقال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما لفظ الوله والعشق فلا يجوز أن يصرف لله عز وجل. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته نبيه له تبارك وتعالى، لا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يلحدون ولا يؤولون ولا يحرفون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.